مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء غير مستقرة في المناطق الشرقية والشمالية يوم الأحد مع أمطار، الاثنين استقرار على الأجواء، الثلاثاء يتجدد هطول الأمطار في المناطق الشرقية والشمالية، ويوم الأربعاء استقرار، والخميس والجمعة ارتفاع على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء مشمسة في المناطق الشمالية الغربية نهارا، لطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 20 والصغرى 9. المناطق الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع أجواء مغبرة 19 إلى 9، والمنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 22 إلى 15. المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 25 إلى 14، لكنها تميل للبرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 32 والصغرى 21. المناطق الجنوبية الغربية 21 إلى 13 درجة مئوية، أجواء لطيفة بشكل عام. أما يوم الاثنين فتستقر الأجواء قليلا لكن تبقى الأجواء لطيفة أثناء النهار، تميل للبرودة أثناء الليل في المناطق الشمالية أو حتى تصبح باردة نسبيا ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 24 والصغرى 9، والمنطقة الشمالية الشرقية 19 إلى 7. المنطقة الشرقية أجواء لطيفة نهارا لكنها تميل للبرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة 23 والصغرى 13، كذلك المنطقة الوسطى العظمى المتوقعة 23 والصغرى 13. أما المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 31 والصغرى 21. أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء لطيفة بشكل عام وغائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 22 والصغرى 12 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وتسقط زخات متفرقة من مطر في المناطق الشمالية الشرقية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الشرقية 18 والصغرى 7، أجواء باردة نسبيا بشكل عام. أما المنطقة الشمالية الغربية 21 العظمى والصغرى 19، لطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا. أما المنطقتين الشرقية والوسطى أجواء لطيفة نهارا لكنها تميل قليلا للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشرقية 23 والصغرى 15. أما المنطقة الوسطى العظمى 26 والصغرى 14. المنطقة الغربية العظمى 31 والصغرى 20، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء لطيفة بوجه عام وغائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 20 والصغرى 10، تميل قليلا للبرودة أثناء الليل. يوم الأربعاء أجواء مشمسة في المناطق الشمالية الغربية، اللطيفة الأجواء في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 21 والصغرى 10. أيضا المناطق الشمالية الشرقية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 17 إلى 6. والمنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى المتوقعة 24 والصغرى 12. والمنطقة الوسطى لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 23 والصغرى 10. والمنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32 23. والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء لطيفة بوجه عام في النهار لكنها تميل للبرودة قليلا ليلا، العظمى المتوقعة 20 والصغرى 11 درجة مئوية.
يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكنها في المناطق الشمالية الغربية 23، لطيفة بالنهار تميل للبرودة ليلا الصغرى 11، والمنطقة الشمالية الشرقية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 18 إلى 6، والمنطقتين الشرقية والوسطى لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة في المناطق الشرقية 22 والصغرى 13، أما المنطقة الوسطى 21 والصغرى 10، والمنطقة الغربية أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، العظمى 34 والصغرى 25، أما المنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا تميل للبرودة ليلا 21 إلى 11 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة واضح، أجواء معتدلة إلى لطيفة في النهار في المناطق الشمالية الغربية، تميل قليلا إلى البرودة ليلا، العظمى 27 والصغرى 13، والمنطقة الشمالية الشرقية 23 إلى 10، أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 24 العظمى والصغرى 16، كذلك المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى 26 والصغرى 19، أما المنطقة الغربية أجواء مغبرة حارة نسبيا العظمى 35 والصغرى 24، والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة بوجه عام إلى غائمة جزئيا العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.